في العصر ديالنا السنوات الاخيره 26 سنوات الاخيره ظهروا مجموعه من الامراض اللي سموهم الناس امراض العصر. واش التوتر اللي تعيشه الانسان، واش نمط الحياه ديالو، نمط التغذية هو اللي تساهم في هذه الامراض؟ فيها الاكل دوينا عليها. الاكل شنو هو؟ الانرجي جا من الارض، خداته الدجاج البلدي ولا البقر ولا المعز ولا هي ولا الحوت باش يدوزوه ليا. الملح، شنو هما الملح؟ كاين لو فير، كاين لو زانك، كاين لو كويفر، كاين بزاف ديال الحوايج، اوكي، الالومنيوم، بزاف ديال الحوايج. الوغ الماكله اللي ما كتكونش مثبته وما مبدلاش من النوعيه ديالها، كتعرف اش كتاكل، من ناحيه نقيه، عارف شنو جبتي للدار ديالك، من ناحيه اش من اقامه درتي، من ناحيه اش من زويوت اش درتي، ومن ناحيه لا كويسون كيفاش طيبتيها، كتعرف انت شنو طيبتي. انا ملي كندخل لداري كنقول هذاك وياك دير لي الزيت سونغو كما كنقول سانغو بالعربيه، الويل ديال اي ويل ديال السلقه اللي كيتشرى، ما بغيتش نقول السميه، كنقول لها طيب بالماء من قبل ما غتحطي لي، حطي لي شويه الزيت العود ما تخليهش يطيب بزاف، حطي لي ناكل. ملي كتحط لي لا سالاد ديالي انا ماشي كنبقى نقلب على فينيغريت، انا كناخذ جوج حوايج، كناخذ لو فينيغر ديال العنب وكناخذ زيت العود كنخلطهم وكنديرهم. وبعد خطره زيت العود راه الاكل ماشي ثقافه وهنا ماشي ديك الغريزه انا بغيت يعني لي كريب، انا بغيت نتفطر بلي كريب وبقى تفطر بلي كريب لي كريب، ولا انا بغيت ناكل يوميا لي فخيت، وانا بغيت ناكل يوميا لي 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 شوز لي باتيسري. لا، الجسم ديالنا حافظ عليه، حافظ عليك، خصني نعزل ليه. كيف انت غتبغي تلبس على مين غتبغي تخرج، غادي تشوف انت اللبس ديالك تقول لا هذه مسخه ما غناخذهاش، لا هاد لا كولور ما جاتش مع هاد لا كولور. واش الجسم ديالك كتعرف شنو كتعطيه؟ اش كتعزل ليه؟ نعم، تعزل ليه احسن ما يكون، وما تبقاش في القضيه الماده. الناس زمان قال لك غير براد ديال اتاي بالشيبه والزيتون كحل وزيت العود مزيان، مي ميم الزيتون دابا ولا ديال هذا ولا فيه مابقاش داك الزيتون اللي كيشرطوه ويحمضوه كديروا لا فيرمونطاسيون ديال. الوغ الجسم اوكسين كان 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 كنشجع الناس من تخرج للسوق تعزل جميع الالوان وجميع الخضر، الخضره اللي كليتيها اليوم ما تاكلوش غدا، باش الجسم ديالنا البكتيريا اللي عندنا ميكروبيوم اللي كيعيش معنا حنا كنعطيوه فين يسكن، هو كيخدم لينا كيعاوننا، ماشي كيخدم لنا غير الصحه ديالنا الجسديه، راه كيخدم حتى مع العقل ديالنا، مع واحد لو سيستيم ديال لو نيرف فاغ، عنده واحد لو طورود، كاين لو طورود بين الهضم بين المصران وبين العقل. دونك داكشي اللي كتوكل هنا راه كتوكل هنا، يعني كلشي عنده علاقه بالتغذيه. التغذيه وانا كنصح الناس رمضان فرصه، لان اوكي كاين استاذ شي دكتور كاين شي بعض الحالات اللي يعني ربما كان التغذيه ديالو متوازنه ولكن مع ذلك يعني تصابوا بنوع تاع الامراض. لو ستريس اليمونتير، لو ستريس ايموشنيل انسان اللي كت كما كنقولوا كتندغ وما كتصرتش، كتبقى ما كتقدرش تجاوب، اللي شافتها كتبقى تدخلها باسكو. الوغ انا كنقول للانسان واحد سوا ديزون واحد اون غازيل تبع ان ليون وهربات ليه، كانت كتهرب على حياتها وهربات ليه سلكات وكترجع للحياه نورمال تاكل نورمال. بوركوا؟ باسكو هما باسكو لانيمال كيبقى يترعد كيحيد لو ستريس، كيترعد كيحيد داك الهرمونات ديال لو ستريس. حنا لا، حنا اون اكوميل لو ستريس، اون في با دو دانس، اون في با داكتيفيتي فيزيك، ما كنتمشاوش ونجريو، ما كنضحكوش النهار كله. انا سا 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 كنخصنا نحيدو يعني الالتهابات الايموشنال الحميمه ديال الجسم اللي حنا وني با داكور، دار ليا فعل ليا دار ليا فعل ليا دار ليا فعل ليا دار ليا فعل ليا،
في بارتو في الخدمه في السكنه اللي بعمل ساكن مع المجتمع مع كتلقى الانسان ماشي بحال دابا الانسان جا وضربوه بواحد الضريبه وهو رابح في واحد المساله ماشي يقدر يقول لك هي السيدي الضريبه ديالو مو هذاك باش كيتصوبوا الطرق باش كيتصوبوا الدوله لا الدوليه والدوليه والدوليه بوركوا انا قبل كان كل شيء باين شفافيه كانت راه كانوا الناس كاع كيقول لك انايا الزكاه ربحت في هذا الشهر بلا رمضان بالفعل كنهز واحد الطرف ديال الفلوس وكنديه نفرقه ولا كنعطيه كنقول له هذه ديال اليتامى ولا حيت راني ربحت ما بقيناش في هذيك المساله لان الارزاق ديال الله سبحانه وتعالى ما عطاهمش لنا غير حنا عطاهمنا حنا باش نعرفوا كيفاش نوفروا نوزعوهم على ندعوهم على هذا هو حنا رجعنا عاوتاني في واحد المسير اخر وقلنا شنو هي القناعه والغريزه غريزة وهادشي كله كيلعب الهرمونات ديالنا باسكو ملي كتدخل الانسان في الغريزه ديالو تخو دو كورتيزول تخو دو كورتيزول تخو دو ادرينالين كتطلع لونكزيتي بزاف وكتطلع يعني التوتر كتدخل دون لابريسيون بوكوا باسكو كيبقى يخدم بواحد الانرجي كيستعمل الانرجي ديالو في القلق في القلق في القلق في الاخر كيهبط علاش ما كيبقاش عنده الانرجي سي لا ديبريسيون يا بلو دينيرجي لانه الانسان لي اونكسيون نهار كله حاضي هذا غيدير ليا هذا غيدير ليا هذا ما عجبنيش هذا ما عجبنيش علاش هذا لابس حسن مني هذا تصايق مني هذا اي تيلمون دو لينيرجي راك دوين عليها قبيله كي بيردو ولا عاوتاني انا كان تيك توك تيك توك تيك جوسكو سوا كنا حنا كندخلوا نهزوا القران نقراو الاتصال مع الله سبحانه وتعالى كنديروا ديك التعديلات بحال ديك الموسيقى ديال الكمانجا كنعدلوها مزيان اجدرنا اليوم خمس صلوات في النهار اجدرنا اليوم لا ما تعاشرت مع هذاك ما تزايدت معاه تشطرت معاه بزاف نقول لا لا حرام نرجع عندو غدا ونقول اسمع لي خمسة دراهم ولا 10 دراهم ولا 200 درهم راه تشطرت معاك بزاف ما كانش قصحت معاك بزاف فهمتي اش بغيت نقول الو الجسم ديالنا راه ما خدامش بانها اله الكترونيه ولا اله ميكانيكيه اله اللي كتخدم تتفاعل معنا تتفاعل بالاحساسات ديالنا بالتعامل ديالنا بالطيبوبه ديالنا وهذيك الطيبوبه الانسان واش هو باغي المسير ديالو الحياه ديالو يكون متساوي كما كاين الناس ديال بكري كيقول لك اللي تخليني نخليها اللي تخليني نخليها اللي غتجبد لي الصداع ما عندي ما ندير بها كاين الناس يسونجاج وكيدخلوا في واحد لافونتور ديال ديال لي ريسك شكرا دكتور ميرسي بوكو شكرا دكتور ما غاديش نوقفوا لنا بقينا شكرا دكتور على قبول الدعوه وعطيتي لنا الوقيت ديالك باش نشرحوا لكم الحمد لله بريس مجموعه من يعني احنا عشنا معك حلقات مهمه على يعني اهميه الصوم كيفاش الصوم خصو يكون فرصه وتنتمناو ان المتتبعين انفاس باس يعني خادوا يعني ويعني استخلصوا الدروس من هذا الكلام نطلب الله بانها تكون عندهم واحد يعني واحد النظره على المسير ديال كل واحد في فينا باش نرجعوا للطريق المستوي لان هذه فرصه باش بدينا قلنا بان الشفاء ولا باش ناخذ امتيازات في الحياه وهي مساله وقت والمساله الوقت وهو مساله فرص والفرص يعني ما خصهاش تكون فيها التهديد وهذا رمضان ما فيهش تهديد لانه كله روحانيه وتبادل وفرص باش نتبادل مبروك عواشرك شكرا كذلك وجميع الناس اللي كيتفرجوا فينا متتبعي قناه فاس براس الى اللقاء فرصه قادمه ان شاء الله.